هلو، ويلكم باك تو ا نيو فلوج. بس تيتي نهويكم. مسكره من حق مسكره. قمت اليوم البارح فيت بديت لي الجريب. جريب مش جريب، ما فماش سخانه فيت، اما جريجمي شايحه، خشمي معبي. الحمد لله وديما نمشي بغيت خلينا نخرج نحكي معكم شويه برا. قمت اليوم خلي لو طول تيم تاعي يبرد زيدا. اسمعوا بالحق الحمد لله، وان شاء الله ديما تحت لطف ربي. والله لحظه برك، عندي نهارين اقسم بالله فما فيديو في انستغرام قاعد يدور على فلسطين وكل شيء. فيها كرجال الكبار الاسرائيليين شوينا. والله استخيس ما عندكم حتى فكره، نحلم بهم كل يوم. فما زاد فيديو الدور نتاع راجل هز بنته ولا ولده بتوفي، لا حول ولا قوه الا بالله. نفسيتي تعبت، معنيش قبل معني تحبوا ولا تكرهوا قبل اشنا حاجه هكا جابونس عمني ولا ولد عمني ولا صاروا ما اثروش فيا قد توا. حشروا اختكم باللي كونتراكسيون ليترلي. انا جو سوي 36 سمان، معناها سيد في شهري، معناها انا توا باللي كونتراكسيون لا يزدي ما نرقدش من التعب نتاع بدني، ولا يزدي بالاحلام الماسطة. شفتو كيف البريود الاخرانيه تولي قالت لي الحبلة يولي عندها في دريمز، معناها دونك الحمد لله. اما نفسيتي تعبت ما عندكم حتى فكره. بكيتو اليوم الصباح كي شفت فما فيديو. اليوم قلت لي خميس تفكروها، انا هبطت برشا فيديوهات خاطر شفت في بروفيل نتاع صحافي في غزه. امان قلبي، امان ملا شويه. يمينتي وخايتي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الدنيا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي على الغاسلايتينغ، ويا ربي على الغوستينغ نتاع الميديا، ويا ربي ويا ربي ويا ربي. وبيان سور انستغرامي تقسم لزوز، وحد احكي وحد ما تحكيش، فك عليك راك حبل وراك وراك وراك. اللي تحكي باش يسبوا فيا، يمكن 10 ولا 15 وحده هبطت. انا قلت انا مانيش اهل اني نحكي عليها القضيه، انا متبعتها كيما نقولوا ما همش مظلومين، ما همش ظالمين. معناها ما كتعرف انصر اخاك ظالما او مظلوما، انا عميه صميه وراهم، واللي عملوه انا معاهم فيه الكل. سي دو لا ريزيستانس، معناها سي دو لا ريزيستانس، هذيك هي معناها. اي انكور الكذب اللي كذبوه، معناها علم العدو، الكذب اللي كذبوه نتاع يقتلوا في الصغار، كو سي با دو تو فري، معناها حاسيلو فهمتوا. معناها انا نحسها اكبر مني القضيه، لاني محله اجتماعيه، لاني محله سياسيه، لاني بنت قانون، ولاني قاريته باش نفهم فيه. هذيك اش نقصدني وحده كي انت جاهله، قالت لي كي انت جاهله فيه امشي اتفرج. ما نتفرجش في حتى حد، انا اللي نعرفه اللي انا متضامنه. كان فما تبرعات راني تبرعت في تونس ولا خارج تونس، كان فما نوصل فيديوهات راني وصلت. وساشوك راني ما عنديش اون كوميونيتي تحكي اوغ العربيه، معني عنديش 10 ما انا 10% نتاعكم، عندي شي 1 ولا 2% يحكيو لغه غير العربيه. وانكور ماهيش مزيه حاسي انا العبيد هذوما اللي سبوني واللي قالوا لي اتكلم واحكي كان جي برودوي ولا كان جي سكين كير. نقول لكم كان حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خاطر بالحق من اول اللي بخوفي اللي هبطوا الفيديوهات هي انا، وحياة عمري ما تكلمت. انا متضامنه ومسانده، انا القضيه مانيش لا متضامنه ولا مسانده، انا القضيه الفلسطينيه نتاعي مانيش متضامنة لها ونحسها، فهمتوا. سبحان الله كبرنا فيه، كبرنا بها في دمنا. تجيني واحدة وتقول لي ما نعرف شنو، معناها قديش سيين ننسيو وندورو على بعضنا، ننسيو احنا المشكر واللب. كيما اللي عنده خمسة مية ابوني راهو كيف وصل اعمل بارتاجي، خاطر انت كي تبارتاجي الالغوريتم يطلع بالسيف عليه، فهمت. كي تبارتاجي انت ريل برشا مرات وتبارتاجي بوست برشا مرات، الالغوريتم باش يطلعوا البوست هذاك ولا الريل هذاك، فهمت شنو هو. بغيف حاسيلو بالحق ما حلينا كي ندور على بعضنا برجوليه. نبداو نستناو فيها لي انفلونسوز ولي انستغراموز، واحد راهو يعلم بحالو كان ربي. فما عبيد يسون دي مالاد مساكن، معناها ديبريمي دي انستغراموز ولا دي انفلونسوز كي سون ديبريمي،
وتمشي لها انت وتقولها اعمل واعمل واعمل شعملنا وجه مليح شعملنا وانت تسب وتعملتي باش تاخذ ذنوب على ذنوب يا معلم. ما تقولوش للعبيد اعمل اللي عمل اللي يعطيه الصحه واللي ما عملش في وجهه لي هو واللي ما عملش في وجهه لي هو وكهو ولا الفيدا نعمل وبعد نهبط لكم ببليسيتي وانا واحده من الناس الجمعه هذه قلت فما حد شيء باش يهبط هذا بختنا غير ما هي باش تهبط تو الجمعه جاي ربي يعمل 1000 دولار وجي افيزي لي بارتنير نتاعي الكل ابارتير من لو 16 تو نبدا نرجع نهبط الجمعه هذه حتى شيء ما هو هابط. خليني خاطر قلبي دم نحيت الابليكاسيون من انستغرام من فيد من تليفوني نتاع انستغرام تلمو قلقتني تقل راني 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 يميمتي وخايتي وكها انا راهي نفسي عندها عليا انا نفسي عندها عليا حق زيد راهو ما نكذبش عليكم والله اني نرقد نهارين ونقوم بالطفله اللي بوها شددها في يدها هيثا يميمتي وخايتي كي نتفكرها كي نتفكرها الشوية ولا الأم اللي بنتها ميتة قتلها أعطيني نعملها آخر حاضر لي أختي أختي سميح 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 يميمتي حاسي لو بغيف سيبا إيفيدان راه والله سيبا إيفيدان أتلاك ليك ما معينيش بنطلع نطلع هيرو في الحكاية باش تقولوا ريحاني تعملت وقيدت الكلام هذاك كعك ميتة يرجوع ما عندي أنا كعك ميتة يرجوع اما لو بلوز امبورطون لي انا نعرف شنو في قلبي نعرف شنو نحب شنو ما نحبش وقت لي را مساعده ديريكت نساعدها وقالوا لكم حتى الفلوس ما عيني طلعت حتى الفلوس ما عينيش بهم ما طلعوا حتى الفلوس ما يستحقوهمش مش قاعدين يستورهم يحبوا جوست يوصلوا صوتهم باللي نجم نعمل هذاك حد الجهيد كان جيت في وقت اخر راني في المظاهرات وراني في موريال في تونس وقتها خرجت مش توا معني باش نتكلم ونحكي بغيف العبيد بالحق وقت اللي لازم نكونوا لحمه واحده ندوروا على بعضنا ونقعدوا نقشقشوا بعضنا هذاك هو سي با نورمال بالحق عبيد ماهمش نورمال والله سي غاف بغيف تشوك احنا في كندا مقاسين علينا النيوز لي زانفورماسيون كل قاسينهم علينا الكل الاخبار الكل قاسينهم علينا كيما ندخلش ونبتبت ونلوج ما نلقاش معناها فهمتوا شنو نقول هاتسيرو بغيف يا جماعه ولكن حسبي الله ونعم اللي سورتو قاعدين يسبوا فيا والله ممكن نقعد 10 15 مسج وحده تسب فيا يا ريحان عايش اختي ما عاش تتفرج خاطر التليفون هذا فيه انستغرام الاخر محيت نسيتو هذين اخي دو سيفر سينيو تاع سانتي مونتال تو ريميرسي بلوس شفتو لو مون دي بو شنو بلوكي هيك سي اي كي اون كومونسي لا غير ما يفهموش كيف ما حاجه اسمها المقاومه بتضربني نضربك شنو الهم هذا شنو الهم هذا شو شدتني كونتراكسيون بصعدها ان شاء الله اوه عليها اوه على التنرفيز راه ماهوش باهيلي اوه هسي لو بغيت نمشي نبدل ساعه بساعه ونرجع لكم ونوريكم شنو يخدمنا بالبسطوط مش ما نبدلو المود خاطر بالحق هكاك باش نوريكم كان جوست البارتي هذه نتاع البيت خاطر ما عملناش الريفيل بغيف تو بي تري تري بيان تو تشوفوا جوست في الدبدو باللي طايح من قاتي هكاك شويه هذي على حيزي هكاك الكرسي اللي الناس كنا فيه قاعد عليه ملي جي نقعد لهنا بغيف دونك قلت خليني نعمل لكم نقول لكم على الحاجات وعلي راني موت وخيتكم اللي خديتها من اشين جافر كلمتني بنعاد نكلمها والحاجات اللي توخيتها من زغا ان فيت اشين كانت عامله ممبر whatever ممبر شنو ممبر سيل 20% على السيت الكل دونك قلت برا جو بروفيت وفما حاجات ما خديتهمش ناخذهم له اما خديتهم له بور 2-4 موا معناها بلون نحبو جوست يقعد في ليكرون وياه نحبش نكبس عليه دونك خديت له هذوما اللي فريمون يتلبسوا مع كل شيء يتلبسوا على دي كشكوش يعني على خديعي كيما نقولوا فهمتوا ربي لحظه فهمتوا اختكم خديت اربعه جو بونس اي اربعه هذوما عنده كان مريول طويل شويه اللي يتلبسوا كل كشكوش دونك هذوكم هو هذا كشكوش هذا احنا نقولوا عليه كشكوش شفتوها هذا كشكوش اسمه مريول خلعه معناها فما الطويل كيفو بالضبط الطويل دونك يتلبسوا عليهم يجيو محليهم قلت انا هذوما مزالوا في بالي انا مش باش نغسلهم توا برجوليه خاطرني ايبويزي
بون بريف سي با غراف. خديت له زيدا لي جوغينغ هذا مشو هيدا بنو يقتل يقتل ومعاه هيدا هكا يتلبسوا كيف كيف. هذو ما خيتهم كاتاسيس جو بونس اي كاتاسيس مو زيد خاطر مازال صغير عليهم عنده بلوتو هو عنده من الاول كيما قلت لكم قالوا لي الدنيا بارده قلت الدنيا بارده اي الدنيا بارده باش يقعد في الدار معناها معظم الوقت ان شاء الله كي سهل ربي ويهبط لتونس يلبسهم. كل مره نشري حاجه كل ما نلقى فرصه هكا نتاع سولد ولا اي حكايه نولي نمشي نشري له هنا وحليها. وخديت له هذا مزيده هكا كيف كيف. انا ما نحبش الصغير يلبس جين من الاول نعرفش عليه الجينات ما نحبهمش من الاول يكبر شويه يلبسهم هيك هكا سيمبا ومعها الوحده نتاعها كيف كيف. مش مبن تقتل نحط لكم كل شيء نحط لكم كل شيء لو تماني. واخيرا وليس اخيرا بالرغم اللي انا ضد برشا كميكي ماوس وسبايدر مان اما هذا يقتل هذا هكا معاه ومعاه هذا يش مبنو يقتل ربي يجيبو على خير يلبسهم ويقطعهم بالصحة والعافية يا ربي شي هالنهار. اوه اختكم شوف تسمعوا في صوتي لا غالب الحمد لله يا ربي الحمد لله على كل شيء. انا هذوما كلهم كتاسيمو يكبر شوية ان شاء الله خلا يجي وزنو معناها زيدا مش كبير برشا في بسهم من الاول خلي خاطر الاخرين مش نحط طعمين بون المحل عندي صاحبتي حبيلة وكل شيء ياخذوهم كيما هما. فوالا رب فوالا اظنهم هذوما مري والخلع كتاسيمو كيف كي دو اكاتمو خاطر انا اللي عندي عندي الان دو اكاهو و شبيهم دو اكات شو كلهم دو اكات كلهم دو اكات خاطر عندي الان اي دو كاهو اي خديت خديت له ظلم برشا المحارة هذوما يتمهم يتغسلوا طبعا بالكونتر خديت له هكا شفتو وخذت برشا الالوان الكل حاسين وخذيت له خاطر انا اللي عندي دو الان اي دو وعندي زيد 3 0 3 فهمتوا هذوما 3 حسيت روحي ما عندوش اسي هذوما في بالي ما يتبدلوا قالت لي سيرين ليرا ونجموا يقعدوا بالقديش والقديم معناها ما يتبدلوش دونك هذوما يلوهم من الاول موجودين باش نختارهم بيان يختار بس يمكن باش نغسل اي حاجه خاطر اون فيت جينا في القلق نتاع الظهر البنات شو هذه تقطعت صحيتي حبسيت هما باش يتغسلو يا جماعة ما عنديش الشواء هما وهيدهم ما حاسهم مازال بكري شوية على غسيلهم أما حليهم هذوما حاسهم يجيو يلبس معاك كشكوش فوق الجيلي تجيب حليهم هذايا خدي وريتهالكم هذايا مش تختيرو خديتهالو تاتاتو سيري هذايا خاص مغسولة أمورها واضحة فوالا نتو نشوفو شنو يجي من زعما شو هذا اللي طاح بس أنا فورا قد الطرف ترى نقص على شري في بالي انا ما شريتش برشا حوايج غير طلعوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله ان شاء الله هذا هو دي بابويات هذوما لي بيب بابيت اسمهم صغرو ميت على الاخر شفتوهم ما عندوش خاطر هيدا هو هيدا ما عندوش ما عنده ما مش اسي وهكا هذوك الزوز نحيوها شي طاروه ولدي حدا بشو الكل بين البيج مارون الجري حاجتي سير باستيل اما قالت من الاول ينزل هكاك الالوان على عيني هلا هذوما محليهم صحة لولدي طبوه قصهم له هذوكم الكل من بعد وخديت له الكاب دو بان هذا خديت له مثلا توريتكم تاع اشاين هذا خديت له من زغا نفس نتاع اشاين وما هذا في المارو شو محلي دبدوب والله دب ولدي باش نعيطولو دبدوب بعد بسطوط اللي ميحبش يعيط بسطوط يعيط دبدوب شفتوها
شنو الحياة ودي كان علاقات وخسرت وإن أنا ما حاجة هذي كمان هذا زي دايرة ما يتخسر وقارب وشني بش نهزو وفيت اليوم شني بش نعمله اليوم اليوم إن شاء الله بش نحضروا الفاليز دو ماترنيتي متاعي الفاليز دو بيبي ونحضروا ساك المسيو بش نحطوهم لهنا في البيت وما عادش يتحركوا خاطر you never know بالحق you never know هاو دوك لازم كل شيء يبدا حاضر كاو دخلنا في شهرنا تو 36 سمان قايت به زيدا شو ربي يكمرهم على خير خلي قادوا انتهى ديك الوحيد شي يقول دونك الميسيون تاع اليوم يا جماعة كيما قلت لكم شو لازم نقضي بالدار بغيت قلت لكم الميسيون تاع اليوم هي قضيه الدار ما تتمسح تسمع في الاسبيراتور من قبل يدور هي ملمومه راهي منقوضه معناها فهمتوا اما يلزمك المسحه باش نرجع وباش نرجع شو اسمه الزرابي وكل شيء شنو هي اخر اكلي وريتهم اللي عملته لكم من الغاج مع اللي فات تفكروا كله باش يرجع الكل قصته دبرمت هو مانيش سنسي نقيسه خاطر انا توا في الايتام تاعي معناها عمري ماني باش نرجع لهم بعد اما قصهم ما عجبونيش روحي دونك باش نرجعهم الكل كيما هما تلك الصوم خاطر جي با ايمي سما ديبريمي مش نورمال وزني الفرش اللي هذاك الدبق نقول له انا ديباغا نحط كل شيء غادي ويلزمني نحول للاقي نقول لي عندي كل البيت النوم باش نبدا نحضر معناها ترجع جفره تجي الجمعه الجايه انتما تشوفوا نهار الخميس كان سهر ربي جفره نهار السبت تبدا بحدي ان شاء الله دونك لازمني نحضر هاو معناها كبدي العد الثاني زولي بقى الجمعه الجايه نخدم اخر جمعه في الخدمه دونك اوبليجي باش نعمل برشا حاله الجمعه هذه والله غالب مرفض سي بريح ما عملت حتى شيء والله العظيم مسيو عمل كل شيء مشيت معاه للبيت جوست رجعنا الدبش لبلاصتو ركب ستور ما عملت حتى شيء بالحق ما عملت حتى شيء ما بغي الحمد لله ديما الحمد لله على فمي والله ديما الحمد لله ديما يلا سور سو نرجع لكم من بعد بونجور هلو من بيت البستوت اسمعوا باش نستعمل يوتيوب البريود هذية على انه ماي ليتل اسكيب كي ناخذ بوز من انستغرام نجيكم لهنا نحكي معكم في حاجه ترد الروح قال شرج خاطر اللي صاير توا في غزه كل شيء اتس فيري هيفي اون ذا هارت نكذبش عليكم نفسيتي تي عبا ما نحبش نحكي هكا في انستغرام خاطر الناس الكل كيف ما نحب نفضفض لكم لهنا جو ديزاي نفسيتي سر تعبه بالحق والله قد ما نقول لكم تعبه وشويه البيت الليله كامله نحلم بالقتل وكل وجوه الهم حاشيكم مانيش منجمه نبعد اون فيت حبيت نحي انستغرام وكل شيء يا اخي لقيت روحي قاعده نخمم اكثر من اللي قاعده فريمون قاعده نبعد فهمتوا دونك قلت نعمل ساعه هكا وساعه هكا الحق نتاع ربي قمت 8 من 8 ل 10 وانا على تليفوني قسيت تو ماش قداش الوقت بالضبط قسيت شويه وعاود رجعت دونك قلت خنجل بيت البستون نخلي التليفونات لبرا عندي حوايج خرجتهم انا هبطهم الشريطه باش نعملهم قلت نعملهم معاكم خلينا نجيبوا الحوايج ونحكيوا شويه وذيك هاو نقول لكم شعبه شنو ما عملتش حاجة طاحوا سيبك خفتوا نحزوهم بغيف يا جماعة حليت شوية الشباك باش تتهوى البيت خاطر المحالة مكمشينة ما قلت الله غالب عليا وعليهم يعني باش نقعد توا نحدد فيهم بصراحة حسب ما بخوندغو بوكو طو حتى كي جاي يلبسهم ان شاء الله نجبد هاكا الحديد نتاعو الصغرون وصدقة الحديد نتاعو الصغرون نحددهم بغيف شو عملتين
البارح حضرنا لي فاليز، حضرت فاليزتو وحضرت فاليزتي، ما فاليزتي ماهيش حاضره 100%، اما هاكا قعدت فيها جوست لازمني نمشي اليوم، باش نمشي نشري هكا مش بشكير، اما شو اسمها منيش في منيش في معني منيش في بداو غامقي، منيش في نتاع بدن ومنيش في نتاع راس. الحاجه الاخرى اللي باش نشريها هي ال مش باش نشريها او فيتش نهزها معايا، اي مانيش تاع وجه، جوست الوجه هكا هاو. دوك هذيا البروغرام اليوم، اني نمشي نشري هذو الزوز، وقلت حاجه نعملها لروحي نمشي بدل لون ظفري ونقصهم مره واحده، خاطر ينجم يجي في اي لحظه توا معناها وليدي، سورتو كراسو هبطلو توا معناها بون، كيما ينجم يجي توا كيما ينجم يجي ربع جمعات اخرين، ما في بالكم بدات ليميت. دونك كاو في اي لحظه نجم نولد. دونك نحب نبدا حاضره، نمشي نغسل الكرهبة، يلزمني نغسل كرهبتي خاطر هي اللي باش نحطو فيها السيجوت وكل شيء. الاول هذي شنو من القرب يحدي نتاعو هكا فهمتو، قلت لكم عاد يلزمني نعمل الحاجات هذوما كلهم اليوم، بشكيكة من بعد ما نحلش فهمتو. انتم كلهم وفات يا جماعه، سو سون دي سيت مش سيت نجمو نحطوها في اي. وهو بالنسبه لي هو زاد كيف شعملنا، قلت لكم حضرت الفاليجه نتاعي، دوك قاعد لي هذوك اللي قلت لكم عليهم تجي نشريهم، ونحط السكين كير و ونحضر الساكما اللي باش نهزو، بس مانيش عارفه اني هو باركونتر الساكما نتاعي، خاطر ساكما باش نحط فيه مثلا ايباد، نحط فيه لي زيكوتور، نحط فيه فهمتوا لي زيكوتور شارجور نتاعي. دونك هذيك باش نحط فيه الساكما و شنو هي اخر شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله سي سا، و هذيك بارابور للساكما. سينو باش بالنسبه للباستوت فاليشتو زاد كيف كيف تعرفوها فاليشتو عاد انتوما سي ديجا شفتوها، باش نحط له فيها، حطيت له فيها دو زاوتفيت تاع خروج، خاطر ان فيت اللي قالوا لي انا باش نولد في سان جوستين ان شاء الله، قالوا لي راهو من الاول ما يلبسش حوايج يقعد عريين، وحتى السواد اللي يعطيوه هو دونك الحق ما هزيتلوش بيجاما وكل شيء، هزيتو جوست سورتي نتاع لوبيتال معني هذيك اش هزيتلو فهمتو. دونك فوالا الحاجه الوحيده اللي هزتهالو هي سورتي دو لوبيتال اللي تهبوا انتم مثلا تهبوا تسميوها. هزيت شبشكير، هزيت كوش، الكوش هزيت معاه لانجيت، انا جو في ايفي قلت لكم اش بها هكا ولد قلت لكم اللي انا جو في ايفيتي لانجيت معناها وكل شيء، هزيت زاده كيف كيف اللي نمسح له بهم معناها. دونك شنو هي اخر هزيت الكوش لانجيت، الحاجات اللي فريمون يستحقهم من الاول معناها الكوش لانجيت، هزيت دي باربويات، هزيت هكا البرب كلوث اللي تقرا عليها، هزيت كوفرتور. انا دوكا باش نعملكم فيديو فيها اللي موجود في ال شنو هزيت له معناها حوايج فهمتوا شو اسمها الوحده نتاعي انا فاليشتي انا وفاليشتو هو، وقلنا باغ لا ميم اوكازيون انا والمسيو، قلنا بما ان حلينا علينا البنكه هذيا نحضروا له زيده مره واحده شو اسمها هي الساك اللي باش يمشي في الساك نتاعو معناها. الحق انا جايني ساك ان شاء الله تخي بروشينمون من عند لولو لمن باش نبدلو فينالمون لهذيك من بعد فهمتوا. دونك جوست اون كيستيون انا هو ساك جوج تشوفوه، ان توكا انا الساك حضرتو توا جوست من بعد كي يجيني جوست نبدل، خاطر هذا اون فيت محلي و سكو فولي، اما اسكي باغي الوحده نتاعو ماهيش باهيه شو اسمها السلسله، وانا ما عنديش وقت باش نقعد نتابع في السلاسل وكل شيء. و اون بلوس الحاجه الاخرى اللي ما عجبتنيش فيه اللي هو
كومباكت برشا كومباكت معناها لازم تقعد تلوج. اخ كيريت لولو ليمون لا حسيته بالعكس مفرهد من داخل فهمت ولا دونك هذيك اش باش نعمل اسمه باش باش نعمل هنا انا باش نحطهم هكا. بالنسبه للكشكوشات وكل شيء كيجي بس نحط معاهم كشكوش تو. شنو اخر كنت نحكي لكم؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. تاو هذيك هو دوك احنا توا بلان اي حضرنا زاد الباسينيت نتاعو اللي بشي حنحطه له في بيت نومي بحذايا معناها في كوبشي قد بحذايا. وحضرنا ستاسيون كيف كيف اللي بحذايا حتى وريكم هذا كيف كيف شنو فيها. اما مازلنا الحاجه الوحيده توا باش نعملوها اليوم على اساس باش نعملوها اليوم لحظه بركه مش هادي نتاعو امبوسيبل قلت لكم الحاجه اليوم شنو باش نعملو. اليوم هو باش يعمل الواحد نتاعو الساكو وباش نعملو البوسيت و جو بونس با اون فاستيريليزي اليوم الحق الحوايج لي بيبرون كل شيء لي بيبرون لي سوسيت لازم نستيريليزيهم. مش قلت لي انا ما نعرفش ما دخلت في شهري معناها دو بريفيرونس تاعي كل شيء يبدا حاضر دونك عندي احساس برشا حاجات مش نجم نلبسهم برشا حاجات مش نلبسهم شريت برشا فينالمون. وعندي صحتي تولد بعدي بثلاثة شهور ثلاثة شهور شوية نعطيهم على هيا وكا صفيت عندي صحبتي عندها تويما دونك سي سور نجمو ما ينجمو كان يعاونوها أواخ تويما سي با إيفيدون. هذي شنو هذي زيرو موا معناها أنا نورمالمون عندي حاجة لهنا زيرو هذي زيرو تخوا هذي شنو هذي تخوا هذي خسارة مسخطلنا شفتو خسارة خنحطها كامي. أما حصري أنا باش نشري هذي شنو تخوا موا باش نشري وحدة أخرى خاطر ياسر محلاه درا شنيا سبغلنا عليه وفيت مسيو مهم خسل شتو في واحدة رجلها ما رجليش ورا بالقد ايه سيبا قطع فهمتوني عاد تخوموا دوك ماذا بيا اليوم نكمل نحب نبدا اتدخل جفره جايه الجمعه الجايه ماني قلت لكم دونك نحب كي تجي هي هكا نقعد نحضر في نحضر ام جيتين ريدي فور ليبر مين نعملها بيتها لازم نعملها هذيك ما نجمش تعمل معناها بيتها باش تحضر نهار الجمعه في الليل خاطر لازمني نخرج منها البيسيت هكا نحضر بيتي مع بعض ان شاء الله تونسوني. هلو غو بونجور والله العظيم انت اختي حكيت معاكم اخر مره باش يكون فلوغ نوعا ما خفيف خاطر تعرف حبيت نهبط كمام جو ديزي سامحوني لحظه برك قلت لكم حبيت نهبط كمام ان فلوغ جوست بور دير نعرف باش نوريكم ايامي باش ما جو سي با حبيت نهبط دوكا جو فولي با اريتي بالحق جمعه تعديت لارك الله مكروه والله توا جيني تليفوني خذيت تليفون جديد خذيت الايفون 15 ندمت هاو برجولي يمكن بعد اللي صار ندمت على الاخر اما فات مني عطيت تليفوني ديجا معناها ديجا بعثت تليفوني القديم عطيتو على غالب برسمي على غالب كنت هكا نية باش نحلو نعمل انبوكسينغ وفرحانة بيه باش نصور بس توت باش يجي ان شاء الله على خير وعلى خير فهمتو جو ديزي باش نصور هكا جو سي با حبيت ناخو هكا هاو في ظل الشاي اللي صاير ندمت شوية دونك باش نحلو بطريقة ياسر عادية هكا هاو على غالب على غالب بريف كان بيودي نعمل عليه جو أنا ودي ما حبتنيش امسحها كاتا انا شارجر اخر كهو
هذاك هو يا جميع، هذاك هو. بريف اليوم رجعت نخدم انا، مش حكيت لكم هنا ولا لا، شنو ام غانا ريبيت ماي سيلف، مش مشكل. ما عندكم حتى فكره القهره اللي رجعت نخدم به. انا موقفه على الخدمه في انستغرام، موقفه، قلت خلينا نتلهو في اللي ساير ويلا كوا ويلا. اما جو ديزي اللي اوبس سامحوني، اللي انا ندمت لي وقفت على الخدمه، خاطر غير ما جماعه تونس اللي موقفين لهم على الخدمه وي قاعدين يعاونوا باللي ينجموا باللي يقدروا بنسيب اللي كتب، دونك احنا ما عندناش ايكونوميه ياسر طياره معناها كها اختكم، ما عندناش ايكونوميه ياسر طياره باش نجموا نقاوموا اللي هو تنقصوا، خاطر تحبوا ولا تكرهوا جماعه نخدم معاهم في انستغرام. جماعه نخدم معاهم في انستغرام نسيت شكون نحكي، باغي في البنات، باغي في باغي باش نظم افكاري ونرجع لكم، خاطر حسيت لي افكاري تخربت الطب. نشرب في الراسبيري تي باش نعاون روحي سوفتن ذا سيرفكس، كاو نحضر في روحي للولاده توا بالرجوله، ما نكذبش عليكم نحضر في روحي للولاده، بداو لي كونتراكسيون، بداو لي كرومب، قادر ردبي على روحي راهو، ما تخافوش عليا. ما تخافوش عليا خاطر تو سامبلومون من النساء اللي قاعدين يعيشوا في اللي يعيشوا فيه توا، فهمتوا؟ والله جو مو دوموند، معناها النساء اللي حبيله واللي تخسر في صغارها واللي 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 ايش يحسوا، ما نحس انا شنو نحس برابور هما، حتى الحق حتى شيء والله، نرمى العادي عادي وعادي جدا، معني جتني في شويه تعب، في شويه تقلقات، في راحتي النفسيه تمست، بقاف عادي نورمال الحق. راهو تحبوا ولا تكرهوا، نقول لكم الحقيقه، راي النفس خوينه باش ننساو، جمعه جمعتين، شهر شهرين باش ننساو هالحكايه، باش نكذبوا على بعضنا تاو، باش ربي نقول لكم نتفكروا كيما صار قبل، صارت راهي في 2021 ونسيناه، سبينا بعضنا، خرجنا على انستغرام سبينا بعضنا، سبينا اللي يخدم، سبينا اللي ما يخدمش، سبينا بعضنا، شانا كني ناصر لجرا ونسينا توا هذايا باش ننسيوا. وللاسف بالحق راني نحكي هكا متاسفه بطريقه ما تتخيلوهاش، باش ننسي للاسف راني احنا باش ننسيوا، هذيك هي هذيك الانسان، هذيك الانسان هما احنا ننسيوا، ربي ما ينسيش بار كونتر، احنا ننسيو وربي ما ينسيش، وكاو ديك واحد شحال عنده يقول الحمد لله، نتفكرهم بدعي ونتفكرهم باللي نجمو، وذاك قبل نمشي نخدم على روحي، قعدت لي جمعة نكملها بس ليه بالتكربيس، والله العظيم ربي يقدر الخير. بونجور، صباح النور والسرور، الحالة سيدي صاحبتي راح تعمل لي مش تصلحي طرف كراهب على الواحد من البسامة، ما صدقوني أكثر حاجة مرتاحة توا هي هذو ما أو فيت شدوني دي كونتراكسيون أسي بروش، بالحق سيتي تري تري بروش، نحكي لكمش على ال سي با ستارت، تكبست كبسة التوا مازالوا اللي هما، اما يمكن اربعه ولا خمسه جوغ بينتهم درج درجين ماكسيمام ورا بعضهم، ونحس في روحي نسخن، نفلاشي هكا الفوق يطلع لي، معناها كيما نقولوا الدم لراسي، دونك هزيت روحي، عندي دي كورسي لازمني نعملهم اوبليجي، ما نجم نعملهم كان انا كيما اني رجع التليفون نتاعي معناها فهمتوا، وهو لا محاله جست حكاية التليفون يلزمني نعملها، حبيت ناخد بيجامة الجفرة وسيرفييت، مش بونس با باش نخلط، انتوكا ان شاء الله فوس اليخت، خاطر مازلت مانيش حاضرة 100% مالنغ غير الفاليز حاضرة، كل شيء حاضر، مازلت تعرفو كيف بديتو في تعرفو العد التنازلي، انا حاسة روحي بديت في هذاك توا، معناها اون سمومون قاعد يصير لي، البارح جي كونتراكتي برشا برشا.
توا كيما قلت لكم جو كونتراكت نحكي معاكم اما كالكونتراكسيون نتاع اورلي ليبر باش تقعد هكا هي توا كي نقول لكم باش تقعد هكا حاسيلو توا ماشي ديريكسيون يو بي اس 20 مينوت بعد نخو باكيت مي دي بي تاع الويندوز اما دافك امبوسيبل ويندوز ولا لافيون كوس دافك فريمون فريمون امبوسيبل هذيك هي هنا الحاله اللي فاتت فريمون فريمون امبوسيبل ما دابا يلوم الحضر بيتجفر على الكبسه اللي كبستها توا ما دابا نحضر بيتجفر بقدر الله في روحي معاكم باش جو بونس ا اوتر شوز طب il me faut que je pense à autre chose. Ranger pour autre chose. عندي تالي صابون في نعملها le plus tôt possible. وعندي تالي صابون تالي صابون هذيك هي vraiment كاين تالي صابون اما يلزمني نعمل التالي هذيك le plus tôt possible. Voilà. Bref, خلينا نحكي لكم شوي هنا هنا مانيش نورمال قمت عليا ترى قاعدة نصور لكم قلت لكم البارح جي باسي اون نوي ميرديك لازم لي كونتراكسيون و جو بونس ما ستريس ليفل اللي انا فيه على اللي صاير في فلسطين قمت اليوم قلت مانيش باش نشد انستغرام باش نكون يا خويا خليني نكون ايغويست شوية مع روحي ما نجمتش والله ما نجمت كيما نحكي معاكم والحق ما نجمتش نحي هكا التليفون من يدي ما نجمتش نعاش نتفرج في فيديوهات قمت على بيبي صغير قاعد يموت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي راني اللي حسبته هلا يا ميت نحكي لكم انا كديت صارت البارح انا وراجلي عمرنا ما حكينا فيه السوجي معناها ما حكينيش ما صارتش هكا فرصه باش نحكي وكل شيء هو ما عندوش فكره على عنده اللي فلسطين محتلتها اسرائيل على خاطر نادي يعني هذه كان اللي صار ويعرف اللي اليوكي هي اللي بعث بريطانيا واليونايتد نيشنز هي اللي بعثتهم الغادي اكها هذاك اللي يعرفوا معناها والحكايه كلها ويعرف اللي هو سي انجوست اللي يعيشوا فيه الفلسطينيين بصفه عامه اما عمرنا ما هكا قعدنا مثلا نحكينا في الحاجات الاخيره اللي صايره الاخرانيين واللي فقت اللي انا اصلا ستوريتي ما يطلعولوش راجلي فرد دار فرد اي بي معناها هكا حكيت لكم الكل فرد في بي هنا ستوريتي ما يطلعولوش فهمتوا هاسيلو البارح في كوسكو قاعدين ندورو نقضيو في القضية معناها قلنا هاي نقضيو قضية كبيرة الحم وكل شيء ونكونجوليوه باش نرتاحو معناها حاجة ونحيوها من مخاخنا يقعد كده الخضرة والغلة اوكا هو ساعة على ساعة يمشي يشري لنا يمشي معناها يمشي فهمتو توكا البارح وانا لازمني تمر لازمني قاعدة نقلف التمر ما نقلفش ذاك عبيد في النهار قلت له هاو التمر ناخذوه قال لي نو ان بايكوت التمر هذاك جاي من اللي ما يتسمر عند اللي ما يتسميوش كها عاد قلت له والله ما بوكو معناها انا جامي بارلي دو سا مع بعضنا وكل شيء قال لي في بالي اللي انت معناها في كنا في سيتك توا ما تحبش تحكي فيه السوجي قلت له لي با دو تو هاسي لو قعدنا نحكي و سيت افيغي الي دو ميم افي كو موا معناها وحدو راي انا عمري ما حبيت في ستوريتي جو بويكوت ولا قلت بويكوتي اكس ولا بويكوتي ايغريك نعمل لروحي نخلي لروحي فهمت كيما مثلا فما اون فوس انفورماسيون قاعده تدور اللي ستاربكس سوتيان اسرائيل اللي هي حاجه غلطه على الاخر ما فهمش منها مثلا معناها دخلت وقريت انا راني ما نهبطش عبثا معناها حتى كون جو ريبارتاج جو في تري تري اتونسيون كوا ريبارتاجي خاطر العباد نجم تهزهم الحماس وكل شيء جو في كلكو جو في مي ريشيرش فوالا سي اكزاكتومون سا جو في فريمون مي ريشيرش دونك ما نهبطش عبثا دونك مثلا فهمتوا شنو دونك وحدو كي راه مكتوب اسمهم قال لي اون بويكوت انا
كنا وقعني أم خم بابا عدشنا شوية لقينا تمر بيولوجيك جاي من تونس أصلا ماني خديني وخرجنا معها كحسيتها أني كدوت محليها متاع أنسو تيان منعرفش وش سيبا هو أصلا ما هوش أما كما قال لي هو قال لي ست فوسي ست ان ست ان ست ان C'est une histoire humaine, ce n'est pas une histoire de conflit ou de guerre. قال لي المره هذه حكي معني ما لازمكش تكون فلسطين معني ما لازمكش تكون برو فلسطين باش تجي معاهم خاطر الي تخي يستعمل ياسر لوجيك نتاعو راجلي سي با ان هوم ديموسيون ولا ان هوم دو 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 كور مش دو كور سي با ان هوم الي درايف نتاعو تكون ليموسيون سي ان هوم درايف نتاعو مخو دونك قال لي المره هذه ما في معناها ما فيهش انا انت تبع انا قضيه وانت تسند في انا قضيه فيها تشوف بعينيك وتشوف المساكر اللي صايره معناها بامبورت اللي عملته المقاومه نتاعهم بامبورت صحيح ولا غلط معناها حاجه ما تخصش اللي صاير توا سي ان بروبليم هيومانيتير معناها سي ان بروبليم لازمك تكون انسان معناها اقل شيء فيك هو انك تكون انسان باش تشوف اللي يعملوا فيه غلط حتى ما فما حتى شيء حتى حاجة نجم تكون عملها إنسان الآخر باش يوصل للعباد تعمل الشيء اللي تعمل فيه توا بلاد هذيك حسب بغيت دونك هكا أوي البنيت أي 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 خاطر عندهم ثلاثة أيام أربع أيام سي أن كونفور أن كونفور لي كونتراكسيون توا فغيمون لي كونتراكسيون يوجعو سافي مال دونك بدينا حاسه اللي احنا بدينا والله اعلم بيجي قبل وقته زعما قبل الديو ديت نتاعو مرحبا بيه وليدي تو في اي وقت ولا محاله ماذا بيا نخلط نهار الجمعه خاطر نعمل 37 سمان وبعد يجي ما قتلت بيه حتى كان جاي تو ان شاء الله بقدرة ربي لاباس كم سي انا عامله ربو راني قاعده نعمل في اللي ماخش نعمل في اللي بان نشرب في التي نشرب ناكل في التمر نعمل في البالون راني يعني قاعده نحضر في بدني فهمتوا قاعده نحضر في بدني باش يحضر روحو للترافاي وللوليده هو يقول لك الطفل والطفل اللي كركر والوليده لولا تكركر معناتها يعني تحط تفوت الجودي دي سيت نفوتها فهمتوا دونك 17 نوفمبر احنا اوني لو كومبيان اليوم فتنا 17 احنا اليوم اوني لو 17 انا شهري دخلت فيه عندي 4 ايام 5 ايام جو بونس احنا لو كومبيان اليوم لو 17 انا شهري دخلت فيه عندي 3 ايام 4 ايام وي دونك اني تايم ناو بيبي اني تايم ناو كيسكو جو ديزي اخر كها انا ماذا بيا نكمل الحاجات اللي عندي باش نكملهم باش نرتاح منهم ونحيهم على شيره واليوم العشيه نحضر بيت جعفر ما فيهش هز لي ليجينغ نتاعي كل شيء نهزهم لبيتي ونحضر بيت جعفر نخلي لها بلايصها نخلي لها امورها كي كان بدينا تتربوزي ما نفوتش باش نخلي خاطر باش نفطر انا والمسيو احنا سي ساكريره واللانش مع بعضنا سي ساكري يتغشش اصلا كي ما نفطرش مع بعضنا يضحك رويش لي ربي فضلو يا ربي ceci étant dit البنات parlons de الحبيله مانيش نحس في روحي ناكل ياسر نحس في روحي منفوخه ياسر وي je suis incroyablement gonflée اما الماكله نو جملة زيدا مانيش هكا اللي ديما جيعانة بون البارح مثلا باش كي مشينا الكوسكو شتيت البيتزا سلايس نتاعهم كان البيتزا اللي ما تشبهل شي شتيتها كليتها وخيت معاها واحدة كوكا وفي الليل كي روحت عملت اسيت دو فخوي جوغ اناناس وفخيز ودات في كل ما كملش هذاك عبيد نتاعي وش اسمها معاهم برتقينة و سي تري سكري مي فما حاجه مش ناكلهم في وقتهم فهمت اما هدي ما خير بعد تي ورقت يعني وي جافي اونفي دو مانجي كلكو شوز اما مش دوكا ان شاء الله يا ربي ادعي لانه هذا يتواصل بعد لكوش نعرف لان اذا كان نحب نرضع يلزمني ناكل انا ما نحب ناكل ماكله هيلثي مش
خاطر نحب نضعف من الاول، هي ما نحبش نزقو. انتو كا هو قالك منا ولا منا فما كيلويت باش تطيحها بك 10 15 كيلو باش تطيحو من الاول بالكل، نتاع البيبي نتاع البلاسونتا نتاع هذوكم الكل. فمضاعت ما نحبش نزيد، فهمت شنو؟ ما عينيش باش نزيد، يعني كان باش يا يقعد كيف ويا ينقص، معناها هي بشوي بشوي ينقص. ما نحبش ولا ناكل بها معاه، قال لي جو في با فير اتونسيون اسكو جو مانج، لا نحاول ناكل حاجات صحيه سورتو بعد اللي صار لي في الحبيله هذيا، وشفتو معناها لانيمي ولي ديزيدراتاسيون كل شيء. دونك جو بري بيان بروندر سوين دو مو. اي سي تخلي نتاو نمشي نكمل لنا قضيتي ونرجع لكم بعد. هلو نحويكم يا جماعة، فينالمون الفلوق هذا باش يهبط الجمعة الجاية كيما شفتو. الأوضاع لا تسر بالمرة 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 زيدا. اليوم شنو؟ اليوم خميس لو 19 أكتوبر، قلت نكمل نصور الفلوق لآخر الجمعة هذيا ونهبط لكم الجمعة الجاية مرة واحدة، خاطر تعدت علينا جمعة لطف جمعة لطف. أنا اليوم بالحق ما نحبش نتدمر، شنو هي تذمراتي أنا بالنسبة للشيء اللي قاعدين نعيشو فيه أهالينا في غزة، والله العظيم. أما نفسيتي تعبت على الأخر بين البارح واليوم، تعبت برشا برشا معناها متاعك. نحس في ولدي مش حتى يتحرك بالكدا، كل حكيت كل بسم الله عادي إن شاء الله محسن مضمن. دونك حاسه برشا ذنب، فهمتوا بالحق حاسه برشا 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 ذنب. نقول فما اميت ميتت وفي رحم ان توكا، نحلم في احلام خايبه على الاخر. دونك قلت اليوم باش ناخذ هكا، قلت اوف انستغرام وري راني قاعده ندخل وقاعده نبارطاجي وموجوده معناها، اما مش بالكيما مش كيما العاده، فهمتوا؟ جست ما نتفرجش خاطر بالحق حاجه تاسف، حاجه يسر. انا قاعدين تبعثوا لي لكلكم رد بالك. دونك انا جست اليوم رديت بالي، ما نكذبش عليكم، خرجت للمظاهره. شبون قلت لكم خرجت الجمعه نهار الثلاثه، ما خلانيش هو للامين. انا قلت اذا كان ما نخرجش تدخلوا نخرج وندخل في الحله انا، خاطر نحسوا اكثر هكا جينا باكج تبع بعد نشوفوا حاسير. ان توكا الخروج ليا اكثر من ليهم، يعني مش نجم سي حوايتي ما يعاونهمش، اما نحس يبرد لي على قلبي انا شويه، فهمتوا حاسيلو. دونك اليوم باش نكمل قضيتي الكل، جفر ان شاء الله باش يجي نهار السبت كيما قلت لكم. حضرت لها البيت، قعدت كان البيرو نتاعي باش نلمو، بقى كل لميتو. حضرت حتى تحويشي كل في بيت النوم معناها ليكينغ والبيجاما وكل شيء هذوما. تو باش نحضر الساك نتاع حضرت معناها الفليجه نتاع الماتيرنيتي، يلزمني نحضر الساك فيت ساكي معناها ساك مام تاعي اللي باش يحط فيه الشارجور ليكوتور كل حكايت هذوكم الكل. يقعد لي جوست سكين كير اخر حاجه هي اللي باش نحطها، ساشون ك حتى الشامبوان ولا بري شامبوان وكل شيء نحطو بخمانات سان برونو بيست باي. شي غات فهمتوني فاش كنت نحكي لكم شنو ندير الحمد رسول الله. دونك قاعده فريمون نكمل نحضر في اخر الحاجات والدار. دونك اليوم كيما قلت لكم قبل بيت جفره حضرتها، بيت البستوت نورمالمون كملت، وجوست الحاجه الوحيده اللي باش تقعد لي اني نكملها هي التواليت، ما نحضر بلاصتو تاع البان وكل شيء. وشني هي اخر كهو نورمالمون ككل شيء حبيت كي تجي جفره نقعد هكا فريمون نرتاح، نخرجوا ندخلوا جو بروفيت معناها نرتاحوا باش نقعد نلمو ونعمل في اخر حاجاتي، فهمتوا؟ كا وذيكم هما الحق تعرفي ما حد شيء اخر. قاعدة نتهد على كوسان داريت مو اسكو نشري ولا ما نشريش اصلا. كا عديت كوموند في اشام، خديت حاجات هكا اندرويرز وكل شيء. هذيك اش خديت البارح؟ اي خديت دي ليجينغ و بوست بارتوم مش توا باش نلبسهم معناها.
هذاك هو الحق، ما عطانيش حاجه اخرى كبيره. اي غدوه مشي للحمام، قلت غدوه فريمون نمشي للحمام، نجبد شعري باش نعمل شويفري. نحب نركز على روحي شويه، بالرغم اللي بصدقوني قسما بدين اللي يا واحد يعايف روحه عيف اللطف. والله لا نزيد عليكم، هيا خاطر بالحق شيء عيف وشيء اسف. اما والله ما قعد لي شيء غير الصلاه والدعاء، اكهو نصلي وندعي ونحسب. يا وليدي وين نلقى راني اللي حسبت البريد هذي؟ تكذب العين ومرارة. اما تلمان جاوني برشا مساجات، حسيت بالذنب حتى على روحي، على ولدي بلوتو، ولا على روحي كيك علينا يدي. اما ولا على ولدي اكثر منه كل شيء، خاطر مسكين ما طلب شيء. الحمد لله كواسيس كاملة عديتها دون لابون يمور كل شيء. معيش باش توا نجي ونحسوا بالحزن ولا، والله هو مش حزن على اكثر منه غش وغل وقلة حيلة وذل. حسيلو يا جماعه هذيك اش عندي نزيدكم توا، نمشي نكمل نقضي بالحق. راني قاعده نلهي في روحي بطريقه انكرويابل والله. انتهى وخرجت ماتيرنيتي سي، بعثت له ميساج اليوم، قلت له اليوم وغدوه باش ناخذ مالادي، خاطرني نحس في روحي تعبه، لا يزي خشمي مسكر، لا يزي بروده، لا يزي برشا حاجات. دونك خديت مالادي اليوم وغدوه. دوت فاسون انا ا بارتير من غدوه نبدا في الماتيرنيتي نتاعي. واو شنو يجري هكا هيدا؟ دونك انا بارتير غدوه في الماتيرنيتي نتاعي، هكا نبدا اتيتروبوزي ورايا دونك هكا. بريف يا جماعة باش نمشي ناخو سبور متاع تلفزة، سبور متاع كرهبة، تليفون وكها سبور آخر. زعما نمشي ناخو الحاجة اللي نظف بيهم التواليت، رالونج نجفر البيت أكهو. هذيك هو الحق، هذيك شنو هي لازمني، الحاجات اللي لازمني نشريهم توا. ونروح نحضر فاليشتي، مش فاليشتي، ساكي متاع الحمام متاع غدوة. وانا هذوما الضيف اللي عملتهم الجمعة اللي فاتت قداش ناكل هاتهم، اما برجع ليا باش في بالي نمشي نبدلهم غدوة، قلت مرة واحدة فينالمون لي باش نخليهم حتى يشليني حتى الجمعة الجاية معناها. هكا هذاك هو اللي باش يصير. يلا يا جماعة سيغ سو ونتقابلو بعد وريكم شنو هي جاني حاجتي نحب نوريهم لكم. بعد كي ناخد الدار ان شاء الله كيستيون باش منقعدش على الانستغرام ونجي معاكم وش باختارش هكا حاجات محليهم، خاطر النفسية محتاجة بالحق محتاجة. غو بونجور، شكا الحالة اللي انا فيها البنات والله العظيم ما نحملي. ملي حكيت معاكم قبيلي ما ارتحتش ولا ما حرج، بونس رقدت ربع ساعة ولا أربع دراج، حكيت القرآن سورة الإسراء، قمت روحي نلقى روحي في سورة البقرة، قيلت هكا ربع ساعة أربع دراج بالحق كانوا لي باهين. سورتو بعد الشيء اللي حكيتو على الانستغرام حسيت برشا بالذنب، معناها زدت حاسة بالذنب على ما أنا حاسة بالذنب. بريف هرمونات هذوما هما، أنا ما جاونيش الهرمونات جاوني كانتا. بريف هاك الكوجينا انت كل حاجه في بلاصتها، فريمون كل حاجه في بلاصتها. لميت الدار نستينغ ات اتس بيست، معناها والله لميت الدار. كمان جيت ماكله، راجلي مشي خرج مع صحابو، كمان جيت ماكله باش ناكل وباش نبوكسي معاكم هذا زيدا قبل ما نبدا ناكل. بعد ما نكمل نقعد ناكل كل شيء. لميت عملت ساكي تاع الحمام تاع غدوه. دونك ليدي زيد اللي انا ان نمسح الغبره باش غدوه كي نروح اي ونعمل بيت البانو، نكمل دبش بستوت في بيت البانو باش غدوه كي نروح من الحمام. مش نعمل حمام ونجبد شعري ونعمل شوافري، قلت لكم ديجا ترى في خطيل موجي بيان هذيك، ما عندكم حتى ادنى فكره والله. نجيب نحل لحظه برك
الميك اللي حطكم بها جيت نحب نحرك صافي قبل ما تجي ما جيتش سيجي اوكي سي بون كارت شنو هذايا انتي داش كيف كيف تبعد باش البسكوت باش نحيلو لي تاش كانت ما مسخت حويج ولا حاجه وهذا يا جماعه النيو بيرنت باك باك تاع لولو لامن هي هاي كبيره صاير عليها راهو دغيا في تيك توك انا خديت وحده وريتلكم مره اللي فاتت ما عجبتنيش الحق خاطر حسيت الكاليتي ياسر سافا هذايا محليها على الاخر كبيره تهز برشا ونجم نراها شنو في وسطها الكل شفتو باش يتسكر الفيديو وتجي معاها وحده اخرى تبدا هابطه مزروبه تهز جوست هذايا معناها معاك في فيديو كما تشينجينغ بات تشينجينغ بات في وسط هذي وي باش نحلو شي بعضنا يترقدوا عليها معناها باش تقدر الخوي فرانشمون طيارة على الاخر هيك لا خديت معاها تبوس المي هذايا اللي هي انا لما هالة اما جبوس باش نبدلها في اللكهة نحب نبدلها في اللكهة هاك هي وي ار جود تو جو نمشي نفطر نمشي نتعشى نحط بعض على الاخر بعد ربيع الفضل طيب باش نزمني باش نبدل اللي عملت الكل في الاخرى زيني نجي نحطو هوني يعني في الدم محليها خاطي انا جادو غالية شوية 200 دولار ماهيش رخيصة جملة غالية برشا it's like the designer mommy bag فهمتو اما انا حبيت على حاجة تقعد لي خاطر الاخرى ديجا حليتها تكسرت السلسلة دونك مش حاجة ولا بوت نحطو هيلكم في الديسكريبشن داون بلو pour celles ou ceux qui sont intéressés. يلا نتخبو دون بالون والله فرحت بيها على الاخر تدا بونجور هنا توا قمت من السياسة نتاعي بالحق اليوم جمعة يا جماعة ما عملت حتى شيء بأتم معنى الكلمة اليوم معناها أبار العركة اللي عملتها في انستغرام صباح وراني شكيت بيه وراهو باش يتعدى على المحكمة وراهو هذيك نتاع الانستغرام غادي سب لي ماما وبعد ولا قايل انا تبع برا شنو هو حاسس انه كان كبير اكبر منه مش فاهم اللي الكلام اللي قاعد يقول فيه اكبر منه اما انا ونخليه عبر لمن يعتبر للبنات مش لي انا راهو كان قال لي انا مش اول واحد يسبني ولا لا البنات اللي جيني في المساجات يعقلوا رواحهم في كل 15 طفله بتمنيك عليهم وعاملين لهم حاجه ومسكن قتلي وحده قتلي قتلني لا حول ولا قوه راني درنا على قد في بالي بشي عرس بيا درنا على قدنا انا على قدنا خذ لنا حقنا مسكينه والله هكا عليه انتك لونج ستوري شورت ها العب مع العبد الغالطه وكهب اقسم بالله العب مع العبد الغالطه انت اش عندي نقول جفرة ان شاء الله رحيتها تجي غدوة دونك قاعدة نكمل نحضرها في بيتها شفتلكم في شريط برشا حاجات من شيين قاعدة قاعدة نحطها في كل حاجة في بلاصتها باش كي تجي نحطكم هوني باش كي تجي ما تقعدش تلم وتعمل وتتخرج في ال... معناها شنو جوست تخرج يلزمها جوست تخرج دبشها هي فهمتو هكا ها كيسيون باش نعاون هوني بلوس من موا شنو هي اخر باش نقولكم اليوم قلتلكم اي عملت كاين حاجات لروحي حق تاع ربي
الفرن، مشيت الحمام، جبت شعري، عملت شوافري، مشيت كليت شسمو عند عبودة، كليت كفتيجي، وروحت رقدت. روحت مع الثلاثة، قمت كنت 5:30، سمعت اللي هما باش يبومبارديو هذيا بيجمعو ليا أنا باش يبومبارديو بلاصة أخرى في غزة، في تاريخ تاع شنو نسيت دايا قويمي، ماشي دايا قويمي، بردو قويمي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وقعدت اللي حتى نجم يقول والله صدقوني ما عادش عنا غير الدعاء والتحسين. قلت لكم باش نكمل نحضر الجفرة لازم نجيب لها التلفزة لهني. شريت سأينا، كنت باش نشري ساك من بولين، حابة على ساك هكا هكا عرفتهم بلوك بلون كاسي تاع كل يوم، حبيت حاسيلو عجبني ساك في بولين على الاخر. يا اخي دخلت وانا ندور في زاغا باش نشري البستوت، ما عندوش هكا بلانكت محليها، معنيش اسمها مش باش يتغطى، باش يتغطى حاسي لو فين كنت نقص تخطى باش كي يخرج يلقى ما يتغطى بكوفرتور خشينة شوية. وانا ندور نلقى ساك عجبني، هاوجني تو قلت الله ما نخلو معاكم. نحب فريمون، نحب كي يجي جفرة كيما قلت لكم ما يقعد لي حتى شيء. حاجات الكبار الكل نبدا كملتهم، نحيتهم عليا لي كونتراكسيون اللي وجهو بداو لي. انتو خايتي كان هادو ما يوجعوش، هاهو هاكا هاو هاكا هاو. الحاجة الوحيدة اللي باش تقعد لي الغدوة هي اني نمسح، خاطر مش انا باش نجيب جفرة، المسيو باش يجيبها من المطار. دونك كي يخرج هوا نحط نمسح هكا، كبير كبير، حبيت يكون اصغر من احلي شفتو هكا، حط هكا فختو دونك معناها انا حبيت على واحد صغير فكرني في السيم امان تاع بولين، يشبه له على الاخر خير من بليش. انتو كا خير من بليش نجم نسلك به امي لا يميت هذا الموقع هذيك هو البنيت. بغيف ترى تشوفوه الفيديو هذا الجمعة الجاية كا خلطنا الاخر الفيديو عيني قدش نبجم جاي حبيني. ان شاء الله يكون عجبكم الفلوق، بالرغم اللي انه بالحق فلوق تعيس، حسيته تعيس من الله ذيك الوضع الحالي اللي احنا فيه يا جماعة. الحمد لله على كل شيء، نتقابل ان شاء الله في الفلوق اللي بعده. نبسكم بوسة كبيرة.